اهلا بكم في مقطع جديد من لعبة ديستني 2. اليوم بنقول لكم فين زور مكان، وزور موجود بكوكب نيسس. تجي في رسبون هذا اللي هنا، زور موجود بالمركبة، تمام؟ رسبون فوق هذه المركبة، تقدر انت حترسب هناك تقريبا. حل ما انا بطالع الان او بنظر قدامك المركبة على طول هتلاقي. هنشوف زور ايش يبيع. زور عنده الانجرامات الاكزوتيك، طبعا انجرام واحد الا لو كنت بتشتري بالاكزوتيك سايفر، لكن ما انصحك. يبيع كل شيء للسنة الاولى والسنة الثانية والثالثة. لو عندك كل الاسلحة راح يعطيك دروع، لو عندك كل الاسلحة والدروع راح يعطي لك دروع راندوم. بالنسبة للاسلحة جايب البلاك تالنت. بلاك تالون سلاح ممتاز، يعني ان شاء الله انا حجرب لكم بعد ما نشوف زور ايش يبيع. مره ممتاز. لما بتضغط على زر الهيفي بيطلق زي البيم، او نحن نقول زي الطلقات كذا، بيمديه يطلق طلقتين ورا بعض، فمره قوي الطلقة اللي تطلع مرة قوية. بعدين تاني شيء يقول لك انه لو انك الانرجي عندك عالي، طبعا زي اي هيفي اتاك بيضرب. تاني شيء انه بيشحن الهيفي اتاك بسرعة البلاك تالون، هذا شيء كويس فيه. او انك تركب، يعني بالنسبة للناس اللي تحب تلعب دائما بالسورد، حال دائما تركب المود هذا، إنه هذا بيشحن لك الهيفي بسرعة، ويشحن لك الشعر الجارد بسرعة. مرة ممتاز المود هذا. طيب نجي للشيء اللي بعده، في اللي ما عنده السلاح ياخده، ممتاز جدا أنصح بيانه. عندنا بالنسبة لليد، اليد هذه للهنتر تستخدم للسايد أرم. الريلود سبيد حيسرعك، والتحشيك حيسرع لك، والسلاح يكون جاهز معك. تاني شيء لو انت دمجته وصار هيلثك للخط الاحمر، راح يكون الدمج حق السايد ارم اضافي، دمج اضافي تقريبا 30% او شيء زي كذا، يكون دمج اضافي. ما اعرف كم بالضبط، لكن تقريبا 30%. فممتاز جدا للناس اللي تحب تلعب سايد ارم في الكروسبول. انت جيت لو دمجت مره واللي قدامك تعم تطلق على اللي قدامك، واللي قدامك بيطلق عليك، فانت لو جيت على الهيلث الاحمر راح تدمج اكثر. فانا اشوفه في الكريسبل كويس، في البي في اي لا، في اشياء احسن منه. الرجل هذه للتايتن بتزود لك السرعه حقتك. ثاني شيء وانت مسرع لو بديت لاحد ميلي راح يكهرب المنطقه اللي انت اديت ميلي فيها، يعني لو في ديت ميل الواحد في انمي جنبه حيتكهربوا. ان شاء الله كمان بوري لكم هي. بالنسبة للوارلوك بيعطيك 2 ميلي شارج، او بيديك شحنتين للميلي. هذا هو بالنسبة للزور اللي بيبيعه كان. وهنا لو بتفرم على النايت فول القديم تبي تجيب سكور عادي، تاخذ القطعة دي تحط الموديفاير اللي انت تبغاه، ترفع السكور مالتبلاير، تبي تقلله الهانديكاب ترفع الهانديكاب، انت حر تبغى تصفره من هنا. بالنسبة للانفيتيشن حقت الناين خدها وغلقها، بيعطيك باور فور جير تير 2. طيب نروح نجرب الرجل وبنجرب البلاك تالون، بس انا حاطط له لون عادي، يعني هذا هو البلاك تالون. طيب الان لما نحن بنعمل سبرينت حتشوفوا عندنا في اليسار حيتفاعل البيرك معنا. طبعا في عندنا هنا الاوفر فلو الانتي بارير حق السلاح، فنشيلهم عشان يوضح معنا. طيب حتشوفوا البيرك الان في اليسار عندكم بيتفاعل، شايفينه اللاينر هذا. الحين لو ضربنا واحد ميل، خلينا نضرب اللي في النص مثلا، بعدين في الكهرباء اللي صارت دي شايل الكهرباء كلها اللي ورا، كلهم ماتوا اللي جنبي تقريبا. ان شاء الله بنسويها ثاني كمان هنا. طبعا مو لازم يكون عندك الميل اللي مشحون، لكن الكهرباء كله مات، وينفع مع الاعداء اللي يعني تلعب في العالم المفتوح كذا كويس لا باس به.
خلينا نصيد هذول. تمام والله هذا انتحر ده مسكين. طيب خلينا الان نجرب السلاح شويه. طبعا انا بوريكم كيف تحين هذه الضربتين الميلي، شايفين كيف بيشحن بسرعه التشارج الميلي حقه الهيفي، او عفوا الهيفي تشارج حقه بيشحن بسرعه، لان نحن اصلا السلاح بيشحن بسرعه، ولما بتركب معاه المود هذا زي ما قلنا لكم بيشحن كمان اسرع واسرع. المود هذا تلاقيه موجود في الجهاز اللي جنب دريفتر، ماشي. طبعا عندك تضرب بيه العادي كسيف عادي، كل 3 ضربات سريعة بيديك رصاصة. هنا خلينا نبدأ هذا ميلي، حتى لو ما ذبحناه شوف بيكهرب. نستخدم السيف، خلي 20 طلقة كده. اوه ما شاء الله هيفي مليان، لكن بنقعد نستخدم السيف على طول. فين الساحة؟ بس انت لو ما تحب يعني تلعب يعني ما تضيع الاكزوتيك، ترى السيوف الجديدة كلها حلوة، حتى الارك يعني الارك السيف الارك بيطلق برضو بروجكتايل بيديك سريع. ثاني شيء بتكهرب مع الوقت، فبرضه الأسلحة لو ما تبي تستخدم البلاك تالون برضه الأسلحة الجديدة مرة ممتازة جدا قوية. طيب مديك برضه تشوف كيف من بعيد تفجر. الله هذا عشان ما ليها ايم اسيست الكريستالة، ولا ترى الايم اسيست حقه عالي السلاح. انا اوريكم البروجكتايل مثلا، خليني ارمي هنا. معليش خليني اطلع شوي فوق عشان تضرب في البتاع ده، نايم بعيد عنهم، شايف راحت عليهم. الايم اسيست حقها عالي جدا، بس الكريستاله ما كان عليها ايم اسيست، ولكن الايم اسيست مره حلو في السلاح. يعني ممكن لو شفت واحد من بعيد حتى، يعني شوف من مثلا اشرنا هنا، لاحظين راحت عليه الطلقه هنا، اشرنا بعيد عنه، الايم اسيست حقه عالي. طبعا الجارد بيجلس فترة أطول من غيره وبيشحن بسرعة. خلينا نجيب عليه بالضبط. شوف حتى حركة جنبه ما هي كويسة مع السام اللي ما فيها ايم اسيست زي كريستالات والأشياء دي. نحن كنا نلعب فيه في المهمة حقت الجديدة اللي في ايو، كنت أدمج بيه الشريكر اللي فوق، ما كان عندي أي مشاكل. كويس ان الرصاص بيطيح لنا كثير. خلينا ندي هذا ميلي، اذا في احد جنبه بيتكهرب. نحب نشوف المجموعة اللي تجي كثير هناك كذا ايش بيصير فيها. بس بدي ارمي له ايش جرانيت كده، بعدين بعدين سلاح محتاج. يعني السيوف اصلا حاليا مره قويه، يعني شيء مو طبيعي. انا بس ابى المجموعه دي تيجي بحاول اديهم ميله بشوف ايش يصير معهم. تعال كلهم اتكهربوا، وهذا مستلمنا فوق بالسنايبر حقه. خليني ادي هذول ميلي كمان. بس ملاحظين هذا ما مات، شايفين هيلثه كيف صار. فقلت لك مو ينفع انك انت مثلا المهام اللي هي الانمي ضعيف، سترايكات ممكن، سترايكات ينفع، اما اعلى من السترايكات انا اشوف انه ما هو قوي مره. ممكن يدمجهم
بس انه ما يذبح يدمش. وانت المهام العاليه صعب انك انت تجي ميلي كده قدام الاعداء وفي خطر عليك. طيب اتمنى ان يكون مقطع فادكم، تمنياتي لكم بيوم سعيد ونشوفكم مقطع جديد باذن الله.